نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة تعريف الركوب لسيارات النقل الجماعي وسيرفيس بالمحافظات تزامنا مع تحريك أسعار البنزين. وقالت وزارة التنمية المحلية إن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسيرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، حيث لم يتم رفع سعر السولار وتم تثبيته عند 7.25 جنيه للتر، مشددة على تكثيف الحملات التفتيشية لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة. كما ناشدت الوزارة المواطنين بالإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع.